هاي، كثير اشياء بتتغير بجسم الانسان مع التقدم بالعمر غير تجاعد البشره. خطر الاصابه بالرشح بيخف مع العمر لانه خلال السنين بيكون الجسم تعرف على عدد كبير من الفيروسات وكون مع الوقت مناعه ضده. الارقام بتدل انه الاشخاص البالغين بيرشحوا بمعدل مرتين لاربع مرات بالسنه، بينما الاطفال بيرشحوا بين 6 و8 مرات. حتى المايجرينز بيخفوا مع التقدم بالعمر خاصه عند النساء. من ابرز ايجابيات المينوبوز الغريبه انها بتوقف المايجرينز عند 67% من النساء، لانه هالوجع مرتبط بالهرمونات بشكل كبير. مين قال انه حساسيه الاسنان على المسقعه والسخن بتخف كمان مع التقدم بالعمر لانه الدونتين تتكاثر مع العمر بين العصب فبيخف الشعور بالوجع؟ انا قال بشوفكم بكره.